أكيد هالمرة في حد عم يحوص بالحارة. لا وبعد نص الليل ما بده حدا يشوفه. العمى منو؟ معي هاللعبة هاي؟ لك شفت الخيال بعيني. لا يا ابو ماجد انا اوعك لك عبده تكون انت اللي عم تمزح هالمزح مع عمك ابو ماجد. اه يا معلمي انا ما عندي هيك حركات ولدني اصلا. هالمزح انا ما بحبه بنوب بنوب. ابو ماجد ايدي على راسك والنبي كباسك. في شي مره واحده بس مزحت معك هيك مسحت ايد؟ لا والله. بل اذا مو انت مين اللي عم يطلع لي بالليل؟ هالحاله كم مره صارت معك؟ هاي تاني مرة زعيم، وهي عم تصير هذا ما بيجي غير بعد نص الليل، بيمرق بقى مثل خطافين الزقزوع هيك هيك، تقول والعياذ بالله شي جني، ومعلومك أنا رجال كبير يعني ما بقدر أركض، ما قدرت حسبه. شي؟ من هو الجني هذا اللي عم يفحي بحارتنا؟ لا وعم يرقد فيها مزقال زقال. معقول يكون أبو سمعوه؟ أبو سمعوه؟ شو جابوا على بالك هلا؟ ما بعرف يا زعيم ليش طلعت براسي هلا هالدباجة. انه اذا كان هو اللي سارق ذهبات ابو ابراهيم وراجع يتسرسب بالليالي بين الحارات منشان يطالع الذهبات من غير ما حدا يشوفه. ايه بيطالعهم بالنهار. النهار له عيون، الليل استر له، بس الظاهر ما زبطت معه اللعبه. شلون؟ بركضا كان عم يجرجر ابو ماجد ليسحبه بعيد عن باب الحاره ويشمع الخيط بالذهبات، بس الظاهر اللعبه ما عم تكمل معه. لعلك ليش؟ اول باشتان ابو ماجد ما بيقدر يركض، ثاني باشتان أب ماجد لم ممكن يترك باب الحارة منوم. بس يا عقيد، يا عقيد أب سمعه رجال كبير وما حمله يركض كل هالركض مثل ما عم يقول أب ماجد. مين قالكن إنه أب سمعه ما بيقدر يركض؟ إيه عليه إيد مثل المخباط بيضرب الحيط بيهده. معناتها أب سمعه هلأ موجود بالحارة. لك وين بده يكون؟ أكيد متخبي ببيته. إيه وشو حل أنت؟ شو الحل؟ والله ما في غير نفتش بيته. إن بعض الظن اسم يا جماعة. الشغلة مو شغلة ظن يا زعيم، في شي عم بيصير بالحارة ولازم نعرفه اليوم قبل بكرة. إذا كان أب سمعه عن جد متخبي ببيته معناته هو اللي سارق ذهبات أبو إبراهيم، والسارق لازم ينال جزاته ولا شو؟ خلص روح أنت وأبو قاسم وأبو عصام ولا تنسوا تاخدوا معكم أم زكي مشان تفتشوا الحرم ليك. على راسي زعيم. يا الله شرف أخي. شرف أبو عصام. الله معكم، مع السلامة. عليكم السلام. وانت يا ابو ماجد انا مبسوط منك كتير كتير كتير. بدي اياك تدير بعرك على الحاره. مزبوط، هذا واجبي زعيم وعلى عيني وراسي. يلا السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معقول يا ابو سمعو؟ بيصير قال عيش كتير تشوف كتير. السلام عليكم زعيم. اهلا وسهلا صبحي. شو بلاقي ابو عصام مو عندك هون؟ والله هلا راح. لا حول ولا قوه الا بالله، عصام قال لي اني بلاقيه عندك. راح وراح يرجع بسرعه ما بيطول. كيف ابو؟ كيف صار؟ والله يا زعيم كثير عم يتوجع، مشان هيك انا عم دور على ابو عصام. لسه ما طاب جرحه؟ اي انه طاب، كل ماله عم ينزف اكثر وصوته معبي الحاره. لا حول ولا قوه الا بالله. روح يا ابني روح خليك بجنبه. وهلا بس يجي ابو عصام رح اقول له يلحقك دغري. ايه بكون ممنونك يا زعيم. يلا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. السلام ورحمه الله وبركاته. الله يوفقكم، الله يحميكم يا حق. وحدوك. والله يا زعيم فتشنا البيت ارني ارني، ما خلينا فلينات فلي، اوضه اوضه، حتى بيت المونه وبيت الادب، ما في حدا. وام سمعوا حلفت 100 يمين انها ما شافته من يوم اللي اختفى فيه. طيب طيب. عصام بدي اياك تروح لبيت الايد عشري هلا، اجى ابنه وسال عليك وقال انه ابوه موجوع كثير وجرحه عم ينز.
ان شاء الله خير. لك انا حتيسر لعند منو بعد ساعه بتلاقوني بالدكان. سلام عليكم. الله معك. سلام الله. بيني وبينك زعيم، تفتيشة بيت أبسمعو ما جابت همها. لازم نراقب البيت بالليل وبالنهار من بعيد لبعيد لنشوف مين فات ومين طلع. ساعتها بس منتأكد إذا كان أبسمعو اللي عم يتسلل على الحارة ولا لا. عميل اللي بتشوفه الناس البعيد. وحدوه. ماجد ماجد شايفك نايم يا ابو ماجد. هي اول مره بشوفك فيها نايم. ايوه معناتها قصه الشبح منام عم تشوفه بمنامك. وحياة ولادي، هي اول مره سيدنا انا بصير معي بفه غفله صغيره. بس مالك بالعاده تغفى على محرسك؟ شو قصتك؟ يمكن سيدنا أنا اطمنت لأن الشباب اللي عم يحرسوا امتعت وغفلت. أو إنك كبرت على هالشغلة. صح صح أبو ماجد، صح صح. ما بدي شوفها منك مرة تانية. خلاص سيدنا توبي، هي اعتبرها آخر مرة. خلاص اعتبرها آخر مرة. أبو ماجد تحارس بنا؟ برأيك أبو النار له يد بموضوع الإدعشاري؟ على هو ما قال لي أنه تعرض له واحد ملتم وتعارك هو وياه، بس الإدعشاري قدر يعلم عليه. بعدين عم يقول أنه في واحد من زمان عم يراقبه، وحتى شافه دخل على الحارة مرة قعد شوي بالقهوة وطلع. معناتها ما في غيره، هذا واحد من زلم أبو النار. نعمل له فركة إذن زعيم؟ لا يا أبو شهاب، نسيت انك انت معلم عليه. واحد مثل ابو النار هذا لا بيزوق ولا بيروق الا حتى ينفذ يلي براسه. عم قول لحالي ليش هديان له فتره، معناتها هالشي مو لله. خير زعيم، بشو شردت؟ خايف يكون زارع عوينيه بالحاره وناوي على الشر. ماله غير ابو غالي وهذا الاخراني، من يوم ما انت عفيت عنه وسمحت له يرجع يلفي على الحاره ويبيع فيها ما شفنا منه زاحله. بتحب زعيم بجيب لك اياه، بقدح لك اياه كفين، بخليه بق كل شيء عنده. بعدين زعيم لا تهك الهم، رجال الحاره مفتحين عيونهم على 24 ومراقبين كل حركه وسكنه عم بتصير بالحاره. بس انا مو محيرني غير هالشبح هذا اللي عم بفوت بنصاص الليالي على الهسي على الحاره. الله وكيلك شيء بيحط العقل بالكف. خايف تكون هالقصه كلياتها مو مزبوطه، لاني امبارح شفت ابو ماجد نايم بمحرسه. ليكون عم يشوف كابوس بمنامه ويفكروا حقيقه. كل شيء وارد، لانه الشباب لهم كم يوم عاملين دوريات ليليه بالحاره، يعني لا شافوا شيء ولا حسوا على شيء. بعدين مثل ما اللي شايفك زعيم مشان ابسمعه، انا متاكد انه ماله ببيته ولا لفع الحاره من اصله من يوم اللي اختفى. اشرب الفنجان وروق لي راسك فيه. يسلم زعيم. هك شو بدي اقول له؟ كبير الحاره بذات نفسه عم يضيفني قهوه، شو بدي اقول له؟ قل له اني حرامي وقتال قتله، وهو عم يحترمني ويقدرني كاني زقرتي، كاني من وجاهه الحاره واكثر. لك اخ شو بدي اقول له؟ انت بتعرف انه كل رجال الحارة عم تسأل عليه؟
غيابك عن الحارة حسسهم انه في شي ناقصهم. انت غالي علينا لك 11، والله العظيم غالي. الله يعزك يا زاهي، يطولنا بعمرك يا حق. شد لي حيلك، صحصح شوي، لانه بدنا اياك بكل صغيرة وكبيرة تكون معنا. ان شاء الله سيدي، ان شاء الله. الحمد لله على السلامة لك ابني. الله يسلمك يا مولانا، الله يسلمك. طمني، شلون صرت؟ شلون صار جرحك؟ ان شاء الله طاب. الحمد لله، بس يعني لساته طري شوي. الله يشفيك ويعافيك. يا ابني ابا تعال المسجد وصلي الفرض معنا. ما في احلى عند رب العالمين من الصلاة جماعة. أنا عم صلي بالبيت شيخي. آه يا ندل. وكمان عم تكذب على الشيخ وعم تقول له انك بتصلي. هي اصلا صلاتك كلها ما لها مقبوله وايديك ملطخين بدم ابو سمعه يا واطي. داشري امرني شيخي. عم احكي معك، وين شردت؟ لا شيخنا، بس كنت عم افكر بشغلي. امرني. عم اقول اذا قدرنا ناخذ شقفه الارض المدفون فيها جدك من البلديه، تحب ترجعها وتضمها لبيتك ولا نضمها لوقف الجامع؟ والله ما بعرف يا شيخنا، ما بعرف. خليها لوقتها بس. بدكم ما تواخذونا يا سيادتنا، انا لازم اروح. السلام عليكم. الله معك يا شريف. السلام ورحمة الله يشفيك. كأنه هال 11 مانوا على بعض زعيم. الله يكون بعونه. كيف بدك يا يكون على بعضه بعد كل اللي صار فيه؟ انت نسيان انه الإدعشري كان شايف حاله انه كتير قبضاي وصليط لسان؟ الحقيقة الإدعشري والكل بيشهدوله انه زقرت قبضاي لو ما كان ماشي بطريق الغلط. اللهم نسألك العفو والعافية، وألهمه الصبر الجميل على ما ابتليته يا رب العالمين. آمين.